السلام عليكم. إيران تعلن إجراء تجربة ناجحة على صاروخ عابر يتجاوز مداه 1350 كيلومتر. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت إيران إجراء تجربة ناجحة الخميس على صاروخ عابر جديد يتجاوز مدى 1350 كيلومتر، ومن المتوقع أن توجه لهذه التجربة انتقادات شديدة خصوصا من قبل الولايات المتحدة التي تطلب إيران بالكف عن إجراء تجارب صاروخية أو إطلاق صواريخ لنقل أقمار اصطناعية إلى الفضاء. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاثمي خلال احتفال رسمي إن تجربة الصاروخ هاويز نفذ بنجاح، فعبر 1200 كيلومتر وأصاب الهدف المحدد له بدقة، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الذي بث مشاهد من عملية الإطلاق. وأوضح الوزير أن الصاروخ الجديد صمم وصنع بأيدي خبراء ومختصين في المنظمة الجوية للفضاء التابعة لوزارة الدفاع، ويصل مداه إلى أكثر من 350 كيلومترا ويستخدم ضد الأهداف الأرضية الثابتة. وأضاف يمكن أن يكون جاهز في أقصر وقت ويحلق على علو منخفض جدا. ووصف حاتمي الصاروخ هويز بأنه الدراع الطول لجمهورية إيران الإسلامية، والصاروخ من مجموعة صواريخ سومار العابرة، وكشف عن نموذج أولي للعام 2015 بمدى يصل إلى 700 كيلومتر. وجاء في تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للدراسة الاستراتيجية في لندن نشر العام 2017 أن إيران تعمل على تطوير نحو 12 نوعا من الصواريخ يتراوح مداها بين 200 و2000 كيلومتر، ويمكن أن تحمل شحنات يتراوح وزنها بين 450 و1200 كيلوغرام من المتفجرات. ولم تخفي الدول الغربية قلقها إزاء هذه التجربة الصاروخية، وتتهم إيران بالسعي لزيادة متى صواريخها، ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. وتعتبر إيران العدو الرئيسي لإسرائيل، وصدرت تصريحات عدة لمسؤوليها يعبرون فيها عن رغبتهم بالقضاء على الدولة العبرية، إلا أن إيران تؤكد أن برنامجها الصاروخي محض دفاعيا، وترفض مناقشة قضايا تعتبرها سيادية وتتعلق بأمنها القومي. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.